اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. كما تشوف معنا السيدة هادي هي ام عندها بنية جاها الافراغ حيت مابقاتش كتخلص الكرا بسبب المرض اللي عندها. طلعت لها المرضى خرجاتها الصباح هذا وما عندهاش فين تمشي لا هي ولا بنتها. السلام عليكم يا لالا. كي دايرة؟ بخير هانية؟ كنتي مزيان؟ واخا علينا كيفاش المرضى خرجات. السلام عليكم خويا. انايا كاري يا خويا بيس كاري هاد 1000 درهم كاري خويا. داك البيس ب 1000 درهم يعني خدامه ماشي مخدامه. خدامه خدمه على قد الحال خدمه على قد الحال والحمد لله والشكر لله. يعني كنت تفاجئ اخويا من الدار جمعت عليا 4 اشهر ديال الكرا. تفاجئني من الصباح جات عندي دقات عليا قالت لي خرجي عندي. خرجت عندها قالت لي تخلصي لك 4 اشهر كامله. اليوم لا ما عنديش تلاك عارفه العيد هذا جاي والعواشر هادي ما عنديش. قالت لي لا ما كنعرفش ما عنديش خلص لي 4 شهور ديالي كامله صافي. هذيك قلت لها ما عنديش باش نخلص لك. قالت لي خرجي. قلت لي كيفاش خرجي؟ قالت لي خرجي من بيتي صافي. هذيك خرجت ملي خرجت ديما خويا خصك نخلصها في الوقت الا ضربعة شهور. يعني ضربعة شهور يعني مرضت فيها شدني العصار صافي. ملي شدني العصار كثرت الخدمه اللي نقصات عندي مبقيتش خدامه كيما كنت عند العيالات. مبقيتش بزاف الحوايج صافي شدني العصار صافي مبقيتش خدامه صافي. جلست يعني ما نكذبش عليك وصلت لدرجة وليت معيده بزاف في العصاب. يعني ما بقيتش باش ندوز وهادي ويعني بنتي صغيره والمصاريف بزاف كثرت الاسعار اللي طلعات وبزاف الحوايج. يعني ما شافتش فيا بلا شفقة بلا رحمة. خرجتني أنا وبنتي هاد الصباح قالت لي خرجي لي من محالي. يعني أنا مني خرجت مبقيتش مندير. اتصلت بالناس لي شوف سيفي الله يجازيهم بخير. قلت لي خويا جي صور معايا تجيسي عندي تصلي يجازيك بخير الله يرحمك الوالدين. خويا كنت خدامة خويا في الديور. كنت خدامة في الديور يعني ما عنديش لي شد ليا بنتي. بنتي يعني باقا صغيرة بنتي اللي عندها 4 سنين يعني مكاينش لي غيشد ليا. داكشي علاش مال كنت كنخدم في المعمل بزاف الحوايج. يعني دابا وليت كنضطر نخدم في الديور على قبل بنتي. يعني صافي ما نكذبش عليك ملي قالت لي خرجي يعني ملي خرجت الدنيا ضارت بيا. ما بقيتش لا فين نمشي لا فين نجي لا والو. ما بقيت لا فين نمشي لا فين نجي لا حتى شي حاجه. يعني ما عندي لا حنين لا رحيم. عندي الام ديالي مسكينه مراه كبيره يلا تيم كافحه تيم مع الزمان. يعني ما نكذبش عليك عندي الله عندي الله ودخوتي المحسنين وخواتي المحسنات كنترجعهم وكل الله يرحمني من الوالدين في هاد العواشر الله يجازيهم بخير. يتعاونوا معايا باش نخلص الكرا راني كاريه بيس ب 1000 درهم. يعني يتعاونوا معايا باش نخلص الكرا باش ما نضيعش انا وبنتي الزنقه. يعني باش ما نبقاوش جالسين في الزنقه. يعني هادشي علاش خويا هاد الليله ما عرفتش فين غادي نمشي ما عرفتش فين غادي نباس. يعني ما نكذبش عليك انا ما درتش هاد النداء ديال شوف سي في صافي وصلات بيا العظم. يعني ما عندي لا فين غنمشي لا فين غنمشي لا حني الله رحيم لا والو. يعني الام ديالي هي اللي مسكينه عمرها كبيره ما عندها ما تعطيني وما عندها ما تخلي ليا. يعني ما عندي لا خوت لا خواتات لا والو ما عندي حتى شي واحد. يعني ما نكذبش عليك صافي ما عرفتش خويا لا فين غنمشي لا فين غادا نجي لا والو. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ما شافتش ما دارتش بوجهي بوجه بنتي اللي مريضه. يعني حتى من الزوج ديالي ميات وما يعني ما دارتش حتى شي حاجه. يعني تبقى مني مشوكه معايا ما دارتش بحسابها. خرجات ميات ميات اخويا اب وليد بنتي ميات. يعني ما نكذبش توفى دابا تقريبا هادي عام عام هادي باش توفى. كنت الحمد لله كانوا كيتعاونوا معايا الناس اخويا كانوا كيتعاونوا معايا الناس كيجمعوا لي باش نخلص الكرا وهادي. وكنت انا خدامه شويه وغناكل شويه كنخدم شويه. يعني ما نكذبش عليك يعني دابا اخويا ملي ماس يعني ما بقى عندي والو. ما نكذبش عليك اخويا مازال هو مسكين هو كان معاون معايا. يعني غالب الله يعني ما عندي بلا باش نعيش لا والو الحمد لله. يعني الناس خويا النداء ديالي الناس المحسنين بغيتهم يتعاونوا معايا باش نخلص على الاقل الكرا باش ما نضيعش انا وبنتي باش ما نباتوش في الزنقه هاد الليله.
يعني قالت لي خصي 4 شهور ديالي كامله، يعني انا 4 شهور كيعيا ليا كل شهر ب1000 درهم، يعني كيعيا بيس كبير كل شهر، كل شهر كيعيا ليا ب1000 درهم. يعني عندي 0 7 14 11 78 59. سيدنا الكرام معنا في البث مباشرة من مدينة الدار البيضاء أم جهة الإفراء، حيث ما بقاتش كتخلص الكراب بسبب المرض اللي عندها، مرض الأعصاب اللي كانت كتعالج به مقاولة الفلوس مابقاتش كتقدر تخدم. بطبيعة الحال مرضها خرجتها هذا الصباح هذا، ما عندهاش فين تمشي لا هي لا البنت ديالها اللي عندها 5 سنين. حنا كنتمناو بطبيعة الحال من قلوب الرحيمة أنها تساعد هاد السيدة هادي، وإلا تما مشاهدينا الكرام نقول لكم صناعة البث المباشرة، حتى نتلاقاكم في بث آخر بحول الله، إلى اللقاء.